موقع إتسي هو من أحدث المواقع البيع الافتراضية التي أعمل عليها. خلال ال3 سنين الأخيرة نجحت بناء متجر ناجح على موقع إتسي، متاجر خاصة لي ولزبائن آخرين أيضا. وفي هذا الفيديو سنتعرف على جميع المعطيات المهمة عن موقع إتسي ولأي فئة تجار ملائمة موقع إتسي. مرحبا، أنا رضا عازم، محاضر ومستشار في مجال التجارة الإلكترونية. موقع إتسي بدأ مشواره في سنة 2005 على يد عدة مبرمجين أبرزهم روبرت كلين. الفكرة والهدف من الموقع كان وما زال بيع منتجات مصممة يدويا، أشغال يدوية. موقع إتسي يعتبر الأول في العالم لبيع أشغال يدوية من شتى الفئات، فئات مثل الأعراس، الهدايا، الألعاب، أدوات المطبخ، وأخرى فئات المتعلقة بالأشغال أو التصميم اليدوي. يدخل لموقع إتسي شهريا ما يقارب 200 مليون متصفح معني بشراء منتجات. 65% من المتصفحين بالموقع النساء التي لديهن شغف لشراء منتجات لأشغال يدوية. من تجربتي على الموقع، المتصفحين بالموقع متصفحين متحضرين ويقدروا الفن وعمل المصممين. على الموقع مسجل تقريبا 60 مليون عضو، غالبيته النساء وغالبية من الولايات المتحدة، أيضا يوجد من بريطانيا وكندا. هذه هي أكثر دول مشتركة على الموقع. موقع إتسي مصمم بطريقة بسيطة وهادئة ملائمة لمحبي الفن والتصاميم. الموقع يحتوي على تقريبا 30,000 فئة منتجات. أبرز الفئات هي فئات منتجات تصميم البيت، الهوم ديزاين، اكسسوارات للنساء، اكسسوارز، هدايا للنساء والرجال، وفئات البي او دي، أي اختصار لبرنت اون ديماند، أي ملابس عليها طباعة حسب الطلب. مهم جدا أن نعرف أن موقع إتسي يمنع بشكل قاطع عمل دروب شيبينج على موقعه، ويمنع بيع منتجات يد ثانية. المنتجات المسموح بيعها على موقع إتسي مقسمة لثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول هو منتجات مصممة يدويا أو أشغال يدوية. كما ذكرت من قبل، أي منتج مصمم يدويا يمكن بيعه على موقع إتسي، والهدف الأساسي لموقع إتسي هو تشجيع المصممين والفنانين بيع أشغالهم للعالم. الفئة الثانية أو القسم الثاني هو منتجات أثرية. إتسي يسمح ببيع منتجات أثرية. الشرط الأساسي أن يكون عمر المنتج يزيد عن 20 سنة. أي منتج عمره أقل من 20 سنة إتسي لا تسمح بإعلانه على الموقع. القسم الثالث هو منتجات أو ملفات إلكترونية. إتسي يسمح ببيع منتجات إلكترونية على الموقع مثل صور، تصاميم جاهزة، ملفات إرشاد لصناعة أشغال يدوية، فلاتر جاهزة للصور، وأخرى ملفات إلكترونية. إذا أنت تاجر وتبحث عمل دروب شيبينج على موقع إتسي، أو أنت تاجر وتريد بيع ماركات عالمية على الموقع، فللأسف موقع إتسي غير ملائم لك. موقع إتسي لا يسمح ببيع ماركات عالمية على الموقع أو عمل دروب شيبينج من مواقع صينية. لا تحاولوا إعلان منتجات صينية أو ماركات عالمية على الموقع، لأن داخل الموقع روبوتات تبحث بشكل مستمر على منتجات كهذه وتحذفها تلقائيا، وأيضا تغلق الحسابات التي أعلنت هذه المنتجات. موقع إتسي لا يسامح. موقع إتسي يسمح ببيع منتجات لشركات معينة مثل شركات لطباعة تصاميم على الملابس مثل برينتفول، ولكن إتسي شديد جدا في هذا الموضوع. بيع منتجات للشركات، وأي خطأ بسيط تفعله بالمجال سيغلق الحساب. أما إذا أنت أو أنت تبيعون منتجات مصممة يدويا أو لديك خبرة في عالم الأشغال اليدوية من شتى المجالات والفئات،
وتريد كسب المال من المجال، فموقع إتسي هي المنصة المناسبة لك أو لك. لقد رافقت العديد من النساء التي يعملن في مجال الأشغال اليدوية، ودائما يشتكون من عدم تقدير مجهودهن على التصاميم والعمل التي يفعلونه. فموقع إتسي يحتوي على أكبر عدد من الأشخاص الذين يحبون الأعمال اليدوية ويقدرون الفن والإبداع. في عالمنا العربي يوجد عدد هائل من المنتجات المصممة يدويا التي يمكن بيعها على موقع إتسي وربح المال منها. إذا فحصتم بالموقع وتصفحتم به، ستلاحظوا غلاء الأسعار المنتجات على الموقع، وهذا طبيعي لأن المنتجات اليدوية أسعارها عالية. أيضا إدارة المتجر على الموقع سهلة جدا ومريحة جدا. في السنين الأخيرة موقع إتسي غير مظهر الموقع بشكل جذري، وسهل إدارة الموقع بشكل رهيب جدا. أي شخص يمكن التسجيل على الموقع وبدء البيع مباشرة. وسؤالي لهذا الفيديو: هل تبيع على موقع إتسي؟ وما هي الصعوبات التي تواجهها خلال عملك على الموقع؟ اكتب لي بالتعليقات إجابتك وسأحاول مساعدتك. أيضا لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار الربح من مجال التجارة الإلكترونية، والضغط لايك على الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.